مشاهدينا أهلا بكم. أجرى الملك محمد السادس يوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على إثر الهجوم الدنيء الذي شنته ميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذه المباحثات أدان الملك بشدة هذا العمل المشين الذي استهدف أبرياء ومنشآت مدنية، وقدم الملك بهذه المناسبة خالص تعازيه للسلطات والشعب الإماراتي إثر الخسائر البشرية ومتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وجدد الملك دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الدفاع عن أراضيها وطمأنينة مواطنيها في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم. إذن مشاهدينا، كيف تبعتوا معنا، الملك محمد السادس يهاتف بن زايد ويؤكد على دعم المملكة الراسخ للإمارات، بحيث أجرى الملك محمد السادس اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على إثر الهجوم الدنيء الذي شنته ميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذه المباحثات أدان الملك بشدة هذا العمل المشين الذي استهدف أبرياء ومنشآت مدنية، وقدم الملك بهذه المناسبة خالص تعازيه للسلطات والشعب الإماراتي إثر الخسائر البشرية ومتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وجدد الملك دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الدفاع عن أراضيها وطمأنينة مواطنيها في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم. في أمان الله، إلى اللقاء.